فز باللي المرعوبة وهزن بالمهد بيدي بحلاة النوم يا زينب أحزن جنبك وليدي جنبك وليدي وليدي يا وردة قوم رض عني رض عني در صدري علي زينب عطشان الولد جنب يا 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 ليش الساعة شو تتمنى تتمنى تموت ويا ابنها وتندفن يمه ليش هذا الأديب شو يقول تقول يماه يماه لا أنا عمر أقضيه لابني آه يماه يماه يا يا إيه واتمناه قبره يصير اتمناه قبر يصير يماه يماه البث يلتفت ويصيح يمه يمه ويرد وحشته بقبره علي يا يمه بعد ايش عندك؟ حاكي منها زينب قل لها يلا تقول لبناي 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 من الحزن للموت لبناي لبناي لوين عنهاري وليل لبناي لبناي عطش عبد الله ما رواه ما ارتوي عطش عبد الله ما رواه ما رواه يا لبناي لبناي يا شرب دم رقبته ونايم على دايه هذا موقف اما الموقف الاخر لما رجعوا الى المخيم لما جابوا النياط وراد يصعدون زينب والنساء شلون تصعد زينب وابو فاضل ما موجود شلون تصعد ومتعوده على ابو فاضل اش قالت لهم قالت لهم يا هنايا يا زنا ما ارافدكم يا هالناس بويا يا هالناس ارافد غروب يختاب عباس ما يرضى ابو فاضل اصعد بويا يختاب عباس يختاب عباس قعد يراع الدرع والقاس يا نبي سير بين الارجاس خويا يا خويا وراحت النياق بزينب وشلون تمشي الناقة زين يسوقوها سوق حتى تبتعد قالت لها زينب من تسيرين من تسيرين على انس يا ناقة من تسيرين بويا صاروا بعيدين صاروا بعيدين عزاز القلب صاروا بعيدين بويا يا احزام الظهر كلهم عزيزين مش زينين احنا بجفاهم مش زينين قالوا لها زينب انت متعوده على الحسين على العباس شلون مريتي وليش ما نزلت انت وسكينه سكينه هي متعوده على ابوها قالت بويا ما يخلون ما يخلون بويا اعداك ما يخلون بويا اعداك ما يخلون واحد يحول عني الضغون يا ريت ينعم يا العيون يا عزاز القلب يا الما تردون وزينب تقلها قوة جزينا قوة جزينا على ديارهم قوة جزينا واحباب بيها ما لقينا ما سلمينا ما سلمينا على اعزاز القلب ما سلمينا شفنا يديارهم وحشا بجينا
ترى هنا قعدنا هنا حجينا والله انا بس نصبج بدينا على الراحة بعد ما يرهب لينا يقولوا لي تون شلون ما وين وانا مدري بهن وين 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 ما وين تبعت الضعين لن الضعين الضعين ما وين حد حد ايهم وقطع يا